انا البارح مشيت نخرج المضمون، في العاده نسيتك نخرج مضمون في الملاحظه دي كانوا ماما يحطوا اللي انا معرسه يعني عقد قران بالذات وبالساعه وبكل شيء. توا 9 سنين معرسه مش محطوطه في الملاحظه، ما فما حتى شيء. والبارح كي مشيت نخرج في المضمون نلقى روحي توفيت لو 7 ديسمبر 2013 وانا مازلت حيه الحمد لله يا ربي. رجعت لهم قلت لهم انا الحمد لله يا ربي اللي انا ما توفيتش مازلت حيه، كيفاش لوبسيرفاسيون فيها اللي انا توفيت؟ قالوا لي لازمك ترجع للبلديه اللي تقيدت فيها. رجعت للبلديه اللي قيدت فيها في سيدي داود، بلديه سيدي داود، ورجعوا للارشيف وصلحوا لي الغلطه هذيك. قالوا لي نورمالمون هذه عقد قران مش توفيت، مش يعني الملاحظه نتاع عقد قران.